Ai, Miss Griagio. السلام عليكم ورحمة الله.
انت بابا نرجوك وسيها سيها السماوات وما في الأرض ما
هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء منه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود منهما ولا للعدل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين كل مكان ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته اللهم اشفي كل مريض وارحم كل ميت اللهم اشفي كل مريض وارحم كل ميت برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة والسلام الجنة مثواه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم قائم قاهر قادر عادل فاضل لا ينام ولا يموت ولا يفوت ولا يحول ولا يزول أبداً أبداً ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ما عندكم ينفد وما عند الله باق كل شيء هالك إلا وجهه له الملك له الحكم وإليه ترجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون يا عبد الله بن أمات الله اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا إلى دار الآخرة يا عبد الله بن أمات الله اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا إلى دار الآخرة وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الموت حق وأن القبر حق وأن المنكر والنكير حق وأن السؤال حق وأن الجواب حق وأن الحساب حق وأن الميزان حق وأن البعث حق وأن الحوض حق وأن القصاص حق وأن الشفاعة حق وأن الصراط حق وأن الحشر حق وأن رؤية الله تعالى في الجنة للمؤمنين حق
وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا وأنك رضيت بالله ربا واحدا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا هذا أول منزل من منازل الآخرة وآخر منزل من منازل الدنيا الفانية كما قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز الحكيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى الآن يأتيك الملكان الكريمان المؤاكلان المحاسبان فلا يفزعاك ولا يرهباك ولا يروعاك ولا يهولاك فإنهما خلق من خلق الله تعالى فإذا سألك من ربك ومن نبيك وما إمامك وما دينك وما قبلتك وما إخوانك فقل الله ربي ومحمد النبي والقرآن إمامي والكعبة قبلتي والإسلام ديني والمؤمنون والمسلمون كلهم إخواني على ذلك خلقت وعلى ذلك هيت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى وأنت من الآمنين ثبتك الله تعالى بالقول الثابت ثبتك الله تعالى بالقول الثابت ثبتك الله تعالى بالقول الثابت اللهم ثبته بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اغفر أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واجعل اللهم في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور والبهجة والهبور والمغفرة على أهل القبور إنك مالك الرب عفور رحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية وبمحمد خاتم الرسالة وماتوا على ذلك اللهم نور على أهل القبور قبورهم اللهم نور على أهل القبور قبورهم ووسع مدخلهم وجعل الجنة مثواهم وريهم وريحان وجنة نعيم وجنات الفردوس نعيما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر الجميع لأهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية وبمحمد خاتم الرسالة وماتوا على ذلك اللهم نور على أهل القبورهم اللهم نور على أهل القبور قبورهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا وارحمنا والوالدين رب ارحمهما كما ربيونا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والجميع المسلمين والمسلمات في كل مكان أحياء وأمواتهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل
ما قرأت إلا كنت يا الله خير كبارنا دالو تتنيان مسل مار توك ماندين ده مسي كبارنا من فاتي ازونات شيو ولاد ماشي ولاد رونات ينتي ينتي اثنا تام لرين لان ده كيزم فات سانوت سي ناي زاري مارين ماتسان بس از دي ايزي كام كام لرين جفا جفا كاتر من ديز دوك لي نافنا دي فيز ينتي يا كاتر من دي فيز واسم سورتا يا شوم المارون فورفوري تيهو كبارنا دالو كبارنا كبارنا دالنياني ميسي نماتسكا شيخاتسيكا شيخ ولاد شيخ ولاد ايوا ايزي شيخاتسيكا شيخ ما 20 امني تانا ناسكا ديغويتو الحمد لله رب العالمين ايزي انتون رازهي زهي محاليفة لكيرو مريد جابي رانغو لا اله حتى ما نانجي نالين رانغار نيانتي زينا بين الدنيا ما اربو جابي نادي نادي بنيز الحمد لله رب العالمين سابنا في المار الله اكبر تانا اتا جانايس ناني شازو تانا انم تانا هيلي فهابي لها فما مغالا مار لوتو الحمد لله رب العالمين نغارم كوجاندي اتسكا كو مازول مار كارما دما دبي ناتسكا نازاي هار ما فاندي زلا لنا تراكا ان شاء الله تعالى الحمد لله يو شهاد سكا تانانا بوكاي زامني في كامبان ناتسكا هواني المعروف ديزين تون راهو المعروف يرو تون راهو جي رانكو بولا لا جيسكا نياني كان لا ندان هاري زي الحمد لله رب العالمين زي حجاب زي ما لهيل غوما فاكوراتو كل نفس ذائقه الموت سميت يوسا تومبون هي شو ندان الحمد لله رب العالمين بس نهار ما فاند زي لا نصرا ان شاء الله تعالى اسكا جاب ان شاء الله واسم صوت ان شاء الله تيكا رينك نيانتي مسي برينيانتي ان كبار ناندال زام لهي اكزاكتمون لا ماندالوم تنان زيني شي تشيكا تويشه ولادي ناندال يستم ديزيرالي ان ديزيرني هادي ديزيرالي كانا تولنتير ما تم تو ازيرالي زيني تانلي اولمارو إذن عندنا رفرافو أنه ملاهيل أو نكراكور يعني شهروس ملاهيل بيض انتينك ساتي يقول ما تشارم تنانا تشمش ملاهيل بقى انك يعني ما بينتي Thank you.
Ayeko, 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 ay
نصران.